قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صدق الله العظيم وصدق رسوله المصطفى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما وفقتنا لصيام رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد أن وفقتنا لتلاوة القرآن وختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد على ذلك كله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على ما هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالقيام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والصحة والأهل والمعافاة. سبحانك بسطت رزقنا، سبحانك أظهرت أمننا، سبحانك جمعت فرقتنا، سبحانك من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ولك الشكر شكرا جزيلا، لك الحمد بجميع المحامد. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو قديم، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية،
لا إله إلا الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين، وبما أوجب وأنزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وشفاء ودواء لنا، وشفاء ودواء لنا من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن نورا لنا، نورا لأبصارنا، وضياء لقلوبنا، وضياء لأبصارنا ولأفئدتنا، وشفاء لنا من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم شفاء لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء، ولأفئدتنا نورا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا. اللهم ادخلنا الجنة مع القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وأكرمنا بكرم القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. يا ذا المن والإحسان، يا ذا الجود والكرم، اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا عند تلاوته من المتدبرين ومن الآمنين يا رب العالمين. اللهم علم أولادنا القرآن، اللهم علم أولادنا القرآن والحكمة والإيمان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وعلى الصراط نورا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته،
ويتلوه حق تلاوته اللهم بيض وجوهنا ببركة القرآن الكريم، وارفع درجاتنا ببركة القرآن الكريم، اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن ويشقى، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا الله، يا الله، يا كريم، يا عظيم، يا حليم، يا غفور، يا رحيم، ها نحن قد حضرنا ختم كتابك، ونحن مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، ارحمنا في ليلتنا هذه، اللهم ارحمنا في ليلتنا هذه، واكتبنا عندك من عتقائك من النار، اللهم ارحمنا، واغفر لنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يا رب العالمين، اللهم اعطنا أجر رمضان كاملا غير ناقص يا رب العالمين، إننا ضعفاء وأنت القوي وأنت الرحمن، فوف لنا أجورنا، اللهم وف لنا أجورنا، إننا مقصرون، إننا مذنبون، وأنت رب رؤوف رحيم، ارحمنا الليلة، استجب دعاءنا يا الله، اعطنا سؤلنا، لك الحمد أن أعطيتنا الإيمان من قبل أن نسألك، فلك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على الإسلام، فاللهم ما سألناك به اليوم الليلة فاستجبه يا الله، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمون في صحة وعافية وأمن وسلام ونصر يا الله، يا كريم يا حليم يا عظيم يا قدير، اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أموالنا وفي إخواننا وفي أزواجنا وفي آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وذوينا، اللهم بارك فيهم واحدا واحدا، بارك في إيمانهم، وبارك في دينهم، وبارك في ذريتهم يا رب العالمين، اللهم احفظ أولادنا من الفسوق والعصيان والرذيلة والزنا وجميع الخبائث يا رب العالمين، اللهم احفظهم وبارك فيهم يا رب العالمين، ووفقهم يا أرحم الراحمين، وأعنهم وأعنا وأعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
بك. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقهن شر أن يفتن أو يفتنون، وقهن شر أن يفتن أو يفتنون. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، ارزق أبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أولادنا زوجات صالحات يا رب العالمين. اللهم وفقنا في مسجدنا هذا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، جلها ودقها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأنت علام الغيوب. يا واسع الرحمة ارحمنا، يا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم برحمتك العظمى توفنا مسلمين، وبكرمك ألحقنا بالصالحين، ولا تخيب رجاءنا فيك يا كريم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسرها، بفضل وجود وكرم منك يا أكرم الأكرمين. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، اقض حوائجنا الليلة، اقض حوائج المحتاجين. كم من محتاج يطلب الدعاء، اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم ارفع درجاتنا يا أرحم الراحمين، وحط عنا خطايانا يا رب العالمين، وحط عنا ذنوبنا الليلة يا رب العالمين، واكتبنا من العتقاء من النار، واكتبنا من عتقائك من النار، ومن الذين غفرت لهم، ومن الذين محوت ذنوبهم، وتقبلت توبتهم، وجعلتهم من الفائزين في رمضان، ومن الفائزين في عيد الفطر، يا رحيم يا رحمن، يا قوي يا منان، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. إلهنا وخالقنا ومولانا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا ظاهرين بين يديك. فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا، وحقق رجاءنا، وحقق أمنيتنا، وارفع درجاتنا يا الله، وثبت أقدامنا يا الله، وانصرنا على القوم الكافرين، وثبتنا على هذا الدين. اللهم املأ قلوبنا باليقين، وثبتنا على هذا الدين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمين الصلاة، ومما رزقتنا ننفق يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم.
الرحيم يا رحمن، نحن ندعوك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لنا دعاءنا كما وعدتنا. قلت وقولك الحق المبين، أدعوني أستجب لكم. وقلت وقولك الحق المبين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ومن يجيب المضطر إذا دعاه، واكشف السوء عمن ناداه. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، إنا مؤمنون بك حقا يا الله، متوكلون عليك حقا يا الله، منيبين إليك يا الله، أواهين لك يا الله، متوكلين عليك يا الله. ارض عنا يا الله، ارض عنا يا الله، قربنا إليك يا الله، حكم فينا كتابك وسنة نبيك يا الله. يا الله دبر لنا أمورنا، فإننا لا نحسن التدبير. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار ولا معذبا بنار. نسألك الجنة ونعيمها، نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من الشر ما استعاذك منه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت
أنعمت على نفسك. لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك يا الله, نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وباسمك العظيم الأعظم وبأحب الأسماء إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. واجعلنا آمنين مطمئنين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير, ومن أرادنا والمسلمين بشر فاجعل شره يعود عليه واجعل كيده في نحره, وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم افتح علينا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما. افتح علينا فتوح العارفين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا في فلسطين نصرا عزيزا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم عجل لهم بالنصر والعافية, اللهم عجل لهم بالنصر والعافية. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, وأيدهم ولا تؤيد عليهم, وأكرمهم يا رب العالمين, وأعنهم ولا تعن عليهم يا رب العالمين, وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم يا قوي يا عزيز, وإنهم جوعى فأكرمهم يا كريم, وإنهم مرضى فأشفهم يا شافي الأمراض يا داوي الأسقام. اشف مرضاهم يا الله, اشف داوي جرحاهم يا الله, وارحم موتاهم يا الله. اللهم حرر بلاد فلسطين كاملة يا رب العالمين, عاجلا غير آجل يا الله, قريب غير بعيد يا الله. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير ورده إلى أيدي المسلمين, وارزقنا فيه صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين, اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين, وفرج هم المهمومين, وفرج هم المهمومين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. من كان منهم حيا فاللهم متعه بالصحة والعافية,
اللهم متعهم بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع قبورهم واجعل قبورهم عليهم نورا وضياء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة من غير سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من غير سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة من جميع الأبواب، باب الريان يدخل منه الصائمون الأبرار، اللهم اجعلنا منهم يا عزيز يا غفار. اللهم من حضر الليلة ختم القرآن، اللهم كل من حضر الليلة ختم القرآن فاعطه سؤله يا الله، واستجب دعاءه يا الله، وتقبل منه يا الله، واغفر ذنبه يا الله، ومتعه بالصحة والعافية يا الله يا كريم يا حليم يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله. نسألك دعاء الخائف الوجل، وأنت رب كريم، وأنت رب كريم، تعلم سرنا وعلانيتنا، وتعلم خفايانا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نثق بك يا الله، نؤمن بك يا الله، أنت المعبود حقا يا الله، أنت المعبود حقا يا الله، أنت ربا واحدا لا إله غيرك، ولا رب سواك، لا إله غيرك نرجوه، ولا ربا سواك فندعوه. استجب لنا دعاءنا، استجب لنا دعاءنا، واغفر لنا وارحمنا يا الله، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المحسنين منا للمسيئين يا رب العالمين. نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، ونسألك العلا من الجنة، ونسألك شفاعة نبينا وحبيبنا المصطفى. اللهم أردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر رحمتك كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله يا أرحم الراحمين. أرض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، ارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعن
زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بجود وكرم منك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم علماءنا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان والإسلام، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ما قسمت في هذه الليلة والمباركة من خير وسلامة وعافية فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت في هذه الليلة من سوء وعذاب وفتنة ومرض فابعده عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة، نسألك العلا من الجنة، اجعل أيامنا آخرها وأعمالنا خواتمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. الله.